احنا عايزين نقول حاجة في حلقة اليوم. هنقول ايه؟ هنقول حاجة صغيرة، علشان قبل ما تبقى لعيب كرة لازم ان تكون محترم. ايه اللي دخل دي في الموضوع يا دودي؟ ما انا هقولك، واللي بيغلط يستحمل. تعال نعرف كل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي وكل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملعب الدوت سبورت. حلقه اليوم بنتكلم النهارده على الموضوع المسمع واللي في الاخر اتقدم بشكوى رسميه، ثم النادي الاهلي مستمر في تمريناته استعدادا للقاء الجمعه امام. قبل ما نخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. بنجح بيكم بدعواتكم باذن الله تعالى، كون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شهداء فلسطين واليمن والسودان يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. ودعواتكم بالرحمه لأحمد رفعت ومحمد عبد الوهاب وعلاء علي وعلاء ونرجس ونورهان، ودعواتكم بالرحمة والمغفرة للوالد يا أرحم الراحمين يا الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الأول عن النادي الأهلي ومستمر ولا راحة، مستمر في تمريناته استعدادا للقاء المصري البورسعيدي يوم الجمعة الساعة 9، ثم الزمالك وبيراميدز الساعة 9، ثم مارسيل كولر اللي مش مفيش راحة غير لاعب واحد اللي تتمنى له كل التوفيق في الحياة السعيدة، وهو مروان عطية في زفافه ودخلته وجوازه، وبنقول له ألف مليون مبروك يا مروان يا عطية. النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم مستمر في تمريناته، ومارسيل كولر حابب يطمن على بعض اللعيبة اللي عندها إصابة اللي عندها إجهاد استعدادا للقاء المصري الجمعة، ومباراة صعبة جدا، ومباراة يعني أيضا ممكن تقول أتقل من لقاء بيراميدز ثم سيراميكا بعديها، يعني لقاءين من العيار الثقيل. ولو قدر النادي الأهلي يحسم اللقاءين نقول له مليون مبروك الدوري، وهيكون النسخة الأولى في النادي الأهلي، والنادي الأهلي يكون فايز بالنسخة الأولى في اللقاءين لو قدر يحسمهم لقاء المصري وسيراميكا. عايزين نتكلم على موضوع اللي كل يوم بنتكلم عليه وهنفضل لمدة أسبوع بنتكلم عليه، وهو موضوع الأهلي وبيراميدز. والنادي الأهلي صباح اليوم قدم أو بيقدم بشكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكورة ضد محمد الشيبي، ثم مروان حمدي اللي بيسب وبيلعن وبيقول الفاظ لجماهير النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي مشاها لك رسمي بقياده الاسطوره كابتن محمود الخطيب، وطلع قال لك اللي يغلط يستحمل، مفيش مشكله، احنا هنمشي بالورقه والقلم، مفيش مشكله. لكن احنا بنتكلم النهارده الشكوى متقدمه ضد محمد الشيبي، مروان حمدي، والكابتن كريم حافظ اللي حدف الازازه على جماهير النادي الاهلي وقال لهم يا ولاد كذا وولاد كذا، وجماهير النادي الاهلي ولا قدرت تعمل حاجه ولا قدرت تشتم، بصراحه جماهير محترمه جدا جدا جدا. لكن كريم حافظ ودونجا اللي ما كناش بنسمع عليه في طبق اليوم لحد ما بدا يقوم، ومروان حمدي يعمل اللقطه والبطه والقطه، بس بيقول لك اللي يغلط يستحمل ومحدش يرجع يعيط زي النسوان والكلام ده كله، علشان النادي الاهلي قلت لكم مليون مره لما بيكون متالق ومبدع وعلى الساحه مكسر الدنيا، بعض اللعيبه او بعض الانديه فعلا بتكون بتغير منه. يا اخي بتغير منه يا اخي، خلي عندك خشه واعمل زيه، خلي عندك خشه وعندك حميه واعمل زيه واكسب، وخد بطولات وخد انجازات وخد تاريخ واكتب التاريخ واقفل كتاب التاريخ مع النادي الاهلي. وانا بقول لك النادي الاهلي يقدم شكوى رسمية قانونية تاريخية اليوم، علشان بعد كده اللي يغلط في الملعب يستحمل ويحترم نفسه.
النادي الاهلي ما بيهزرش، النادي الاهلي بيمشي بالقوانين والورقه والقلم، واللي خايف يروح او يغادر مصر كلها علشان الشيبي مزودها زياده عن اللزوم، والزياده عن اللزوم دي بوخت ونزلت ومسخت، بس مش هيكون مع جماهير النادي الاهلي. الموضوع اللي بعده وهو موضوع محمد عبد المنعم الى الدوري الايطالي، محمد عبد المنعم الى الدوري الايطالي لنادي بولونيا الايطالي، ومفاوضات بقوه الى احد انديه الدوري الممتاز معاه اودينيزي الايطالي، مع نابولي، مع اليوفنتوس، معاه، لكن اجتماع خلال الساعات اللي جايه هيكون بين محمد عبد المنعم ومارسيل كولر على الحته الاحترافيه. هل ممكن من وجهه نظر مارسيل كولر يقول له يا عبد المنعم انت عايز تطلع؟ بصراحه انا شايف في الوقت الحالي محمد عبد المنعم واقف على رجله وقفه كويسه، في عامل نتائج محترمه، عامل شغل عالي جدا مع النادي الاهلي، ماشي بمستوى ثابت. انا بفضل اني يطلع الحته الاحترافيه علشان يجرب زي محمد صلاح ما بدا. ومحمد عبد المنعم يا جماعه سنه صغير حاجه و20 ما شاء الله، وهيكون قدامه مستقبل باهر وحاجه محترمه جدا جدا جدا. لقاء نادي طبعا بولونيا الايطالي من احد الانديه المميزه في الدوري الايطالي، والمفاوضات توصل للنادي الاهلي رسميا، توصل على الفاكس للنادي الاهلي رسميا. النادي الاهلي يا جماعه لعبته ما بتهزرش، لعبته بتجيب عروض محترمه علشان فعلا بيليق بيهم الانديه الاوروبيه، وبنتمنى بالتوفيق لمحمد عبد المنعم لو قدرت تجيله الحته الايطاليه. وانا شايف بصراحه هيكون خطوه ايجابيه كويسه جدا، هيكون حاجه محترمه كويسه قوي، هيكون عنده الحته الجيده في الحته الاحترافيه زي محمد صلاح. وطبعا بنقول لكم بنتمنى له كل التوفيق، او بنقول او ندعي لمحمد عبد المنعم الفتره اللي جايه يكون قد الدنيا، وبنتمنى له كل التوفيق محمد عبد المنعم علشان هو مدافع منتخبنا الوطني، ثم مدافع النادي الاهلي، ثم المستوى الثابت اللي ماشي بشكل كويس جدا. وانا شايف محمد عبد المنعم قد اي حد في الدوري الاوروبي بمليون مره، بتمنى له كل التوفيق لمحمد عبد المنعم. بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. بتمنى ان شاء الله باذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني غدا في حلقه ناريه من ملعب الدود سبورت. اشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت كده قبل ما نقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم باذن الله تعالى، اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروا.